قليلة قبل قرار فرض التأشيرات، ووصفت فيها سفير الإمارات بالشرير وغير المرغوب فيه. طبعا الخلاف بين الدولتين الجزائر والمغرب أبعد وأعمق من ذلك، ويعود لعقود مضت، ويتمحور إلى حد ما حول قضية الصحراء الغربية واتهام المغرب للجزائر بدعم البوليساريو. وعلى فكرة الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، لكن في بعض الأحيان هناك ضرورات التي تلح على ضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات التي سوف تحمي الأمن والاستقرار الوطني، وعدم كذلك الانسياق كذلك إلى هذه الخصومة التي وصلت إلى أبعادها القصوى، وبالتالي لم يزل إلا فقط الانخراط في حرب، وبالتالي ربما مثل هذه الخطوات هو من أجل تجنيب العلاقة البينية بين الجزائر والمغرب المزيد من التوتر في المستقبل. السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم ام بي توب. أصدقاء نعطيكم عناوين حلقة اليوم وندوزوا الفيديو مباشرة. على قناة ألمانية: الجزائر تعيد فرض التأشيرة على المغاربة، ما تأثير ذلك على العلاقات المقطوعة أصلا؟ مواجهة بين محلل مغربي ومحلل جزائري على موضوع التأشيرة التي فرضتها الجزائر على المواطنين المغاربة لعدم الدخول إلى الجزائر إلا بالتأشيرة. أيضا أصدقائي، على قناة بريطانيا: الجزائر تفرض تأشيرة على دخول المغاربة لأراضيها. مهم أصدقائي، ما نطولش عليكم بزاف، ندوزوا الفيديو. عندما قرر الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2005 إلغاء التأشيرة المفروضة على المغاربة لأكثر من 10 سنوات حينها، عد ذلك خطوة في طريق انتعاش العلاقات بين البلدين وتسهيل شؤون مواطنيهما، خصوصا بعد أن كان المغرب قد ألغى التأشيرة أيضا قبلها على المواطنين الجزائريين. ولكن اليوم وبعد نحو عقدين تعود التأشيرة وتفرض من جديد بقرار جزائري نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، ويخص حاملي جواز السفر المغربي كما جاء حرفيا في القرار. القرار مشاهدينا اتخذ خلال اجتماع مجلس الأمن المصغر، ويقول إن الجزائر قررت إعادة العمل الفوري بنظام التأشيرات لدخول الجزائر، ويسري ذلك على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. ويبرر بيان الخارجية الجزائرية القرار بما يلي: الجزائر تفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في آب 2021، تفادت المساس بحرية تنقل الأشخاص، لكن النظام المغربي انخرط في أفعال تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم شبكات الجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات والبشر والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس ونشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للجزائر. طيب، بعد هذا القرار الجزائري لم يصدر عن المغرب أي تعليق بعد أو أي رد رسمي، سواء من وزارة الخارجية أو غيرها من المسؤولين المغاربة. ولكن هذا القرار الجزائري مشاهدينا يأتي بعد أحداث متتابعة تنم عن خلافات آخذة بالتعمق بين البلدين. فمثلا النيابة العامة في تلمسان غرب الجزائر أعلنت في الأول من هذا الشهر توقيف عدة أشخاص بينهم 4 مغاربة وجه لهم القضاء الجزائري تهمة الانتماء إلى شبكة تجسس دون أن تقدم أدلة عن ماهية تلك الأنشطة التي اتهموا بها. وأيضا هناك قرار المغرب تطبيع العلاقات الدبلوماسية قبلها مع إسرائيل وما تبعه من عقود استثمار وتعاون، بالإضافة إلى التقارب بين المغرب والإمارات، وهذا التعاون تنظر إليه الجزائر بعين الشك، خاصة وأن مقالا شديد اللهجة انتقد حكومة أبو ظبي ونشر على صحيفة الخبر الجزائرية أيام قليلة قبل قرار فرض التأشيرات، ووصفت فيها سفير الإمارات بالشرير وغير المرغوب فيه. طبعا الخلاف بين الدولتين الجزائر والمغرب أبعد وأعمق من ذلك، ويعود لعقود مضت، ويتمحور إلى حد ما حول قضية الصحراء الغربية واتهام المغرب للجزائر بدعم البوليساريو. وعلى فكرة الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، إلا أن ذلك الإغلاق لم يؤثر على حرية تنقل الأفراد بين البلدين إلى حد ما،
كما بررت الجزائر قرارها بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب أغسطس 2021 بأنها تعرضت لسلسلة أعمال عدائية من قبل الجار المغرب. وهنا يذكر المراقبون الجزائريون قضايا مثل دعم الجزائر لحركة الماك لتقرير مصير منطقة القبائل، وأكد حينها وزير الخارجية آنذاك أن هذا القطع لن يضر بمواطني البلدين. ولكن هذه الخلافات السياسية والعلاقات الدبلوماسية المتأرجحة المتأزمة بين البلدين لا تعكس بالضرورة طبيعة العلاقات بين السكان المواطنين في كلا البلدين، وهذا ما يتجلى واضحا عند النظر لأعداد المقيمين من كل بلد لدى الآخر. ففي الجزائر يقطن عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة يعيشون منذ عقود ويمارسون مهنا مثل البناء والزراعة وغيرها بحسب تقارير أممية. وفي المغرب أيضا يعيش آلاف المواطنين الجزائريين عادة بسبب الزواج والأنساب، وأيضا الذين هاجروا إلى المغرب بحثا عن الأمن بعد أحداث العشرية الدموية في تسعينات القرن الماضي، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الهجرة الدولي التابع للأمم المتحدة. طيب مشاهدينا، كيف علق رواد مواقع التواصل على قرار إعادة فرض التأشيرة؟ أمين يقول: قرار صائب ولكنه جاء متأخرا، من المفروض فرض التأشيرة بتاريخ قطع العلاقات. أما حساب باسم ريدون يقول: عادي جدا، ولها الحق في حماية أرضها من العدوان الخارجي خاصة الجاسوسية وخبث النفوس. فيصل حسيني يعلق قائلا ساخرا: ياه كنت ناوي نمشي نشتري بلادات الجزائر، حلمي ضاع. أما أخيرا أيوب محمد فيقول: المغرب سيقوم بمنع الشعب الجزائري من الدخول إلى المغرب لتشجيع الجزائر في كأس أفريقيا. طيب، ما الذي يعنيه قرار فرض التأشيرة على المغاربة في المقيمين في الجزائر بالفعل؟ طبعا من غير الواضح تماما بعد ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للمغاربة في الجزائر، ولكن بحسب ما يتم تداوله قد يتعين على المغاربة مغادرة الجزائر أو تسوية أوضاعهم إداريا. مشاهدينا، التجاذبات والخلافات لا تنتهي بين الجزائر والمغرب منذ استقلال البلدين. المزيد في هذا العرض. أهلا بكم مجددا. مشهد جديد في مسلسل التعميق أو تعميق القطيعة بين المغرب والجزائر، إذ قررت الجزائر إعادة العمل الفوري بفرض تأشيرة دخول على حاملي جوازات السفر المغربية بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية، وذلك على خلفية ما وصفته بنشاطات تمس باستقرار البلاد، متهمة المغرب بكونه أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين وانخرط في أفعال ذكر منها نشر عناصر استخباراتية، ولم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي من السلطات المغربية على القرار الجزائري، لكن وسائل إعلام مغربية مقربة من السلطات وصفت القرار بالعبثي. لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي. أرحب من الجزائر العاصمة بالدكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، ومن الرباط أرحب بالدكتور عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. وأستسمحكما ضيفي الكريمين أن نحاول أن نوجز في الإجابات نظرا لضيق الوقت بسبب التطورات في الملف الأول. بداية دكتور بوقعدة، البيان الجزائري كان واضحا حول الأسباب، قال أن إعادة فرض التأشيرة تعود إلى أفعال تمس باستقرار الأمن الوطني. هل يبرر ذلك خطوة السلطات الجزائرية والتي تشمل المغاربة ككل من خلال هذا القرار؟ تحية طيبة لك ولكل مشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم من شقيقة المغرب. أعتقد بأن القرار الحكومة الجزائرية بفرض تأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي، والعبارة أكيد فيها كثير من الدلالات بأن الاتهام الذي وجهته ومارسته أجهزة المخابرات الجزائرية هي بوجود عناصر ليسوا بمغاربة وإنما يحملون جواز سفر المغاربي تحاول أن تزعزع الاستقرار الجزائري، أو تم ضبطها في محاولة المساس بوحدة التراب الوطني. في اعتقادي أن نعم، أن هذا مثل هذه القرارات هي مؤسفة بالنسبة للشعوب وكذلك للبعد الإنساني للعلاقات البينية بين الشعبين الجزائري والمغربي، لكن في بعض الأحيان هناك ضرورات التي تلح على
ضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات التي سوف تحمي الأمن والاستقرار الوطني، وعدم كذلك الانسياق كذلك إلى هذه الخصومة التي وصلت إلى أبعادها القصوى، وبالتالي لم يزل إلا فقط الانخراط في حرب، وبالتالي ربما مثل هذه الخطوات هو من أجل تجنيب العلاقة البينية بين الجزائر والمغرب المزيد من التوتر في المستقبل. دكتور الفاتحي، كيف نفسر الصمت الرسمي المغربي حول القرار الجزائري؟ وبكل تأكيد المملكة المغربية لا تريد يعني أن تكون لها رد فعل فيه نوع من زيادة التوتر والتصعيد التي تقوم به الجزائر، وتهدف في كثير من الأحوال إلى تجاهل مثل هذه القرارات، كما هو الحال فيما يخص بإغلاق المجال الجوي، وكذلك إغلاق الحدود، وكذلك وقف العلاقات الدبلوماسية، وكذلك منع يعني الموانئ المغربية من أو السفن المغربية من التواصل مع الموانئ الجزائرية طبعا. إذن هذه مجموعة من القرارات اتخذتها الجزائر، وللأسف الشديد أنها تتخذ قرارا جديدا يخص يعني العمق الثقافي والاجتماعي بين الشعبين الجزائري والمغربي، ويزيد من محنة التواصل العائلي والأسري وصلة الرحم فيما بينهما. وبالتالي أنا يؤسفني كثيرا أن يكون هذا هو القرار الأول للولاية الجديدة للرئيس الجزائري عبد الجليل التبون، في وقت كذلك ترى فيه الشعوب أنه ضرورة التطبيع وضرورة كذلك التواصل من أجل حل كل الخلافات البينية والتفكير في المستقبل على أساس إعادة بناء الاتحاد المغاربي وتطوير العلاقات البينية. لذلك فمؤسف مثل هذا القرار الأحادي التي تقوم به الجزائر فيما يخص العديد من الخطوات مقابل دعوات مغربية في إطار ما يسمى باليد الممدودة. المملكة المغربية ومن خلال جلالة الملك أعلنت غير ما مر في خطاباته بأنه لا يمكن أن يكون هناك الشر أو العداء من الجانب المغربي، على الرغم أن الجزائر كانت دائما تكيل اتهامات غير مبررة وبلا حجية وبلا سند موضوعي بأن المغرب يتآمر ضدها فيما يتعلق بالحرائق بالجنوب الجزائري، فيما يتعلق كذلك ببعض الحركات الانفصالية كالماك وغيره. ولكن المملكة المغربية هي بكل الحال تضمن مبادئ حسن الجوار مع الجزائر، وتؤمن بأن المستقبل كفيل لحل هذه الخلافات. طيب دكتور بقعدة، القرار كما قال ضيفي من الرباط يأتي في الولاية يعني بداية الولاية الثانية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هل يؤشر هذا الأمر على عدم أو وجود أي تغيير في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه المغرب؟ أنا في تصوري أن التغيير في السياسة الخارجية والسعي إلى سياسة خارجية أكثر عقلانية وأكثر بعدا عن الانفعالية هو ما ميز ربما العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، الذي عمل خلال حملته الانتخابية بضرورة أن تكون هناك دبلوماسية انفتاحية، دبلوماسية تحقق المصالح للبلاد، وكذلك دبلوماسية التي يمكن من خلالها ضمان الاستقرار في المنطقة بصفة عامة. أعتقد قلت من البداية بأن هذا القرار هو قرار مؤسف، نعم، لكن في تصوري كذلك بأن السلطات الجزائرية عمدت إلى هذا القرار من بناء على معطيات ميدانية لأجهزة المخابرات، خاصة أن هذا القرار جاء عقب مباشرة الاجتماع المصغر لمجلس الأمن الجزائري الذي تدارس هذه التهديدات وما تم رصده من محاولات لاختراق الأمن القومي الجزائري. بالتالي فربما سوف يكون هذه النقطة هي مفتاح آخر الذي يمكن من خلاله للسلطات المغربية لمراجعة كثير من حساباتها، وأن محاولة الإضرار بالمصالح الجزائرية التي ربما توهمت بأنها يمكن أن تحققها لا يمكن ذلك، وأنها عليها أن تجنح إلى السلم وأن تجنح كذلك إلى معاملة وحسن الجوار وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية وكذلك الأمنية للشقيقة
الشرقية بالنسبة للمغرب. وأعتقد بأن مثل هكذا قرارات نعم أنها مؤسفة للشعوب، لكن دائما ربما تكون هي لابد منها عندما يكون هناك ضررا كذلك بمصلحة الشعب الجزائري. دكتور الفاتحي، دكتور بقعدة يعتبر القرار مؤسف، لكن هناك كذلك مصالح للشعب الجزائري، وتحدث إلى ضرورة أن يجنح المغرب إلى السلم، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ نعم، المملكة المغربية دائما مع سياسة اليد الممدودة، ودائما مع الحوار السياسي والدبلوماسي مع الجارة الجزائر، ودعتها إلى يعني تقييم أي أداة وفي أي توقيت وكيفما كانت الموضوعات للتباحث بشأنها. لكن الجزائر حينما تغلق قنوات يعني العلاقات الدبلوماسية، كيف يكون هذا الحوار؟ ألا كان من المفترض كان يكون هناك تشاور بخصوص هذه الاتهامات المزعومة حتى يقوم المغرب بدوره على أساس مبادئ حصل الجوار، وكذلك وضع المغرب أمام مسؤولياته فيما يخص هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة. لكن واقع الحال هو أن الجزائر تريد أن تهرب مشاكل داخلية نحو الخارج باعتماد أن المغرب هو العدو الاستراتيجي وكذلك النموذجي. ومعلوم كذلك بأن الجوار بأن الجزائر ليست لها مشكلات مع الجوار المغربي فقط، ولكن مع مشكلة مع النيجر، كذلك أزمة دبلوماسية عقب طرد مواطن هذه البلدين في الصحراء بدون أكل ولا ماء ولا شرب، وكذلك هناك أزمة دبلوماسية مع مالي، وأزمة دبلوماسية كذلك مع 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 مع, مع يعني ليبيا ومع فرنسا عقب تأييدها للموقف الحكم الذاتي، ومع كذلك إسبانيا عقب دعمها للموقف الحكم الذاتي بسحب بدعوة سحب سفرائها إلى الجزائر. بالتالي المملكة الجزائر تعزل نفسها ليس فقط عن علاقات مع المغرب، ولكن تعزل نفسها حتى مع المحيط الإقليمي وكذلك دكتور بقعدة. هل فعلا الجزائر الحوار تعزل نفسها في ظل الخلافات الكثيرة مع عدد من دول الجوار؟ وباختصار لدينا دقيقة. نعم، أعتقد بأن هذا منافي للحقيقة، وأن كثير من أغلب المشاكل التي تأتينا من الجوار الإقليمي هي مرتبطة كذلك بما قامت به المغرب من خلال تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني وتحالفها من أجل الإضرار بالمصالح الجزائرية. فيما يتعلق بقنوات الحوار، أعتقد لكن المشاكل كانت قبل التطبيع، مع إسرائيل. المشاكل كانت في حدود، هناك كانت توجد هناك قواعد للاشتباك بأن لا يضر أي طرف بمصالح الطرف الآخر، مع الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية وكذلك بالبقاء على المجال الجوي مفتوح وتبادل لزيارات وغير ذلك. ما اضطر الجزائر للقيام بمثل هذه الخطوات، وما جاء في كلمة السيد وزير الخارجية حينها بأن هناك أن الجزائر طالبت من المغرب تفسيرات عن ما جاء في كلام ممثل المغرب في الأمم المتحدة، لكن المغرب لم تجيب على هذه التساؤلات، وبالتالي من بادر بغلق كل أدوات. شكرا لك دكتور توفيق، انتهى وقت البرنامج. أعتذر منكم لضيق وقت هذه الحصة. أشكرك دكتور توفيق بقعدة من الجزائر، والشكر كذلك للدكتور عبد الفتاح الفاتحي، كنت معنا من الرباط. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية المسائية، دمتم بخير وإلى اللقاء. إذا رجعنا لكم من جديد الأصدقاء، كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال إعجاب ديالكم. تلقاو في فيديو قادم وخبر قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.